السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساكم بالخير والسرور متابعينا غالي، ويا هلا ومسهلا بالزوار مشتركين جدد منورين قناتكم. اليوم عندنا تغطية سريعة لمعرض بريمي، وصل عندهم دفعات جديدة لكسز اي اس 2020 وجي كسارات ولكسز ورنج روفر، راح نشوفها الحين مع بعض. لكسز الاي اس طبعا 2020 2019 ما تغيرت، لأن تغير جذري ب 2019، صورت لكم أول ما وصلت عند عبد اللطيف جميل. الإضافة الوحيدة صارت الشاشة تدعم نظام الكار بلاي فقط، هذه الإضافة الوحيدة اللي نزلت على الاي اس 2020. هذه فئة السي سي بريمي خليجي، تخشيب والطبلون، عندك صرت حكم دركسوم، ثبت السرعة، والشاشة اللي جاية بحجم كبير، والجير 8 سرعات. بحط لكم الرابط اللي فصلت لكم من قبل وباقي الفئات. هذه جاية بدون ستارة جانبية، فئة السي سي، هنا تحكم خلفي، وهذا الطبلون من وراء، ولون جملي. في اكثر من لون عندهم متوفر فئة السي سي، تجي بشكل عام. واهم المميزات الموجودة على السي سي جن 18 بروجيكتر، شاشة كبيرة مقاس 12 انش، زايد اللي هو سقف البانوراما والكاميرا الخلفية والتحكم الخلفي اللي شفتوه قبل شوي مع نقاط العمياء. متوفر عندهم اكثر من لون، هذا اللون اللؤلؤي، انا بديت صورت لكم من وراء، هذا اللؤلؤي صراحة جميل ما شاء الله تبارك الله. وهذا الصف الثاني، هذه الداخلية اف وايت، اللي جاي هنا بلون بني غامق وابيض من هنا. شوف تحكم خلفي ما شاء الله تبارك الله، والشاشة الكبيرة اللي جاي بحجم 12 انش، مخارج مكيف 2، مخرجين يو اس بي، سقف بانوراما، كل هالاشياء هذه شارحها لكم من قبل. هذه جهة السواق، ذكر تخزين مراتب، تخشيب، وكرسي كهرب أكيد. وهذه المراتب اف وايت، التخشيب جاي على الدركسون، زايد الطبلون، والشاشة اللي جاي بحجم 12 انش، والجير بيكون 8 سرعات. باخذ لكم السيارات أنا أغلبها على السريع بحكم أني مصور أغلب الفئات بالتفصيل. طيب سعر ابو بندر، هذا السعر وهذا السعر، واسم الفئة اللي هي سي سي بريمي شامل ضريبة ب 213 ألف، واللي يجيها من الطرف ويقولونهم عن طرف ابو بندر ما راح يقصرون معك. هذه اللون اللؤلؤي، وبوريكم التيتانيوم ان شاء الله يصير واضح لكم زين. طبعا عدسة واحدة في فئات الفل، راح تكون هنا 3 عدسات، هذه عدسة واحدة. طيب وش فيه بعد؟ هذا الاف سبورت، شوف الفل دايم تكون عدسات زي كذا زي الاف سبورت، 3 عدسات. هذيك تقريبا سعرها اذكر 2019 كان سعرها ب 239 ألف تقريبا 2019. هذه الاف سبورت اصور لكم انا من قبل، هذه 2019، بس باخذها لكم على السريع. دخليته دايم يكون باللون الاحمر الاف سبورت، وسماعات مارك ليفنسون، بروجيكتر، وبتكون بعد 4 كاميرات. وهذا الصف الثاني ما فيها ستارة جانبية وبدون تحكم خلفي، الاف سبورت دايم زي كذا ما يصير فيها تحكم خلفي. هذا الطبلون من ورا، ما شاء الله تبارك، هذا شكل سيارات من ورا، الموتر صار عليه سحب كبير، لا سعودي ولا خليجي ما شاء الله تبارك الله. هذا اللون جاي على شكل قريب للزيتي، زيتي فاتح ومعطيك اكثر من لون علشان الاضاءة، ونفس المواصفات بعد. داخلية نفسه بعد لون جملي اللي شفناه قبل شوي، قطعة 100 وبروجيكتر لأول واحدة تيتانيوم. السعر نفسه بيكون ب 213، وهذه بعد نفسه. وعندهم بعد اليو اكس، اليو اكس عاد هذا اكثر شيء يحبونه البنات، هذه الفئه تعتبر ستاندر. وصور لكم السعر، في اكثر من لون، الاحمر وابيض وتيتانيوم. هذا سعره اليو اكس 200، سعره ب 148 ألف ستاندر بريمي. ونفس الوضع كل السيارات اللي بصور لكم، بس يقولون من طرف بندر ما راح يقصرون معكم. هذا شكله من وراء، في فتحه، وصور لكم الداخليه، وفي اكثر من لون، الابيض
والتيتانيوم، وهذا ابيض بعد، والرمادي الغامق او اسمنتي، وهذا فئة بعد اشوف لونه بجنط باللون الاسود. خلونا نشوف الحين الاحمر، نرجع له صور لكم الداخلية على السريع. ومن كثير على السريع، طب صفيت الوقود يمشيك لتر 18. هذا اليلكسس اليو اكس، مصور لكم انا جميع الفئات وشارح لكم بالتفصيل. 2020 هو نزل، 2019 2020 ما تغير في شيء. افتح لكم الباب الصف الثاني، عندك هنا الشاشة اللي جاية بحجم صغير، والتحكم بدركسون زائد مثبت السرعة، وزر التحكم اللي هي هنا بحقات المكيف والاشياء الثانية، والماوس والجير راح يكون سيفتي. في فئة فل كامل بصور لكم الحين، او تعتبر من الفئات الاعلى، حنشوفها مع بعض. لاحظ المراتب مخمل، شايفينها؟ مو جلد، مخمل. الاطراف في جلد. غريب شكله. انا اول مرة اشوف اللون. وفي مخارج مكيف طبعا ورا. وفي فتحة. بوريكم الحين زين. المراتب، مراتب جاي لون جملي. هذا سعره 148. وهذا الابيض بعد ستاندر، كلهم نفس السعر. تيتانيوم نفس السعر 148,000. فعندهم توفر اغلب الالوان المعروفة اللي على اليو اكس. ما شاء الله تبارك الله. كل مورد هذا جايب ثلاث عدسات، شوف جايب ثلاث عدسات، هذا عدسة واحدة، والجنط لون اسود. هذا سعره كم؟ طبعا 2019. هذا سعره 157,000. خلوا اوريكم الداخلية. مراتب جلد باللون الجملي. الشاشة نص حجم صغير، هذا بتكون نصف فل، هذا هذا بيكون نصف فل بحجم صغير. الفئة الأعلى راح يكون الشاشة أكبر. هنا الجير، التحكم اللي هو بالماوس. بس باقي الحين أوريكم باقي السيارات. الحين نجي للرينج روفر، عندهم أكثر من فئة. زي هذا فوق اس اي بلاك اديشن اللي يجي مكحل باللون الاسود مع الجوانب، والجنط اللي راح يجي باللون الاسود، وراح يكون الانوار الاماميه باربع عدسات ال اي دي ماتريكس. هذا فوق اس اي، وقد جربت لكم واحد لونه رمادي 8 سلندر، وشرحت لكم جميع الفئات والمواصفات والفروقات بين كل الفئات. بحط لكم الرابط تشوفونه تحت عشان تشوفون الفروقات والمواصفات. الحين هذا بناخذه لكم على السريع، وخلونا اول شيء نصوره لكم من ورا ونوريكم الداخليه. هذه الداخليه باللون الاحمر. 8 سلندر راح تكون حجم الماكينه 5 لتر، قوه 525 حصان. السقف شمواه ما شاء الله تبارك الله. الدركسون في تخشيب، وهنا عندك اللمس اللي صارت ب 2018، والشاشتين اللي جايه بحجم كبير. وكل الاشياء والمواصفات مثل ما قلت لكم، بحط لكم الرابط حق التجربه واللي شرحت فيه كل الفئات. تخشيب باللون البني، شاشتين خلفيه بحجم 10 انش، وفي تكايه بالنص، وهنا فتحه التكييف ومخارج اليو اس بي والجهه السوداء من ورا. ما شاء الله تبارك الله. خلنا نصور لكم من ورا. هذا فوق اس اي سوبر تشارج 525 حصان. اسطبات الاي دي والتكحيلات اللي يسمونه بلاك اديشن، تكحيلات جايه باللون الاسود. هذا اوتوبيوغرافي، اوتوبيوغرافي لون عنابي. الجنط نفس شكل الجنط اللي هنا، بس هذا يختلف لونه، مكحل باللون الرمادي. اوتوبيوغرافي والداخليه باللون الاحمر. في شاشات خلفيه، وعندك تحكم اللي هو بالصف الثاني. ابواب شفط، لقط عميه، والطبلون والشاشه اللي جاي على شكل، او الطبلون طبعا شاشه وجايك ثلاث شاشات. انا ما ودي اطول
بحكم اني شارح لكم من قبل. الاسعار اذكرها لكم الحين. الاكيديشن فوق اس اي وهذا اوتوبيوغرافي. يجيك باللون الفضي الشبك والتكحيلات اللي تحت. عاد انت واختيارك. ما شاء الله تبارك الله. هذا فيه بروجيكتر وباقي المواصفات. هذا فوق. في شيء 6 سلندر في شيء 8 سلندر. الحين خلينا نشوفكم وش هذا. هذا الداخلية باللون الاحمر بعد. صوروا لكم من ورا. هذا فوق اس اي سوبر تشارج. نفس هذا بس هذاك عليه تكحيلات او بلاك اديشن وهذا لا. صوروا لكم الداخل. نفس الوضع شاشات حجم كبير. في نوع يجي شاشات صغيرة في نوع لا يجي شاشات كبيرة. الخل اللي ورا طبعا. والداخلية جهة السواق طبعا ثلاث شاشات. هذا 6 سلندر بس فوق. راح يجي الفوق ل 6 سلندر 4 عدسات مثل ما انتم شايفين بيكون مواصفات كامله والجنط مقاس 22. طبعا ال 6 سلندر راح يجي فيه شيء 340 حصان وفي شيء يجي 380 حصان. هذا فوق 6 سلندر. جربت لكم فئه ال 6 سلندر ال اتش اس اي موجوده بعد قسم الفيديو. هذا في شاشات خلفية بحجم 10 انش. السقف باللون الاسود. وهذا صفية الوقود وحجم الماكينة. طبعا كل الفئات اللي صورتها لكم كلها 2019. هذه الداخلية. تخشيب باللون الاسود وثلاث شاشات. والداخلية باللون الاف وايت. هذا فوق اس اي 8 سلندر 5 لتر. هذا اللون لو تلاحظون لون ابيض عادي وهذا لون ثلجي وبلاك اديشن اللي شفناه قبل شوي والعنابي الاوتوبيوغرافي. طبعا المقطع هذا صار فيه خربطه ووشوشه بالمايك. هذا لكسس بلاك اديشن خليجي 2020 سعره ب 467,000 شامل الضريبه. الداخليه باللون الجملي اللي جاي بدايموند كت بلاك اديشن انتم عارفينه والتوب التوب رادار تنبه خروج المسار ونقط عمياء. التخشيب لاحظوا لون التخشيب لون فاتح. وعندك السقف يكون لونه رمادي فاتح. السعودي راح يكون السقف باللون الاسود. وهذا الصف الثاني. شاشات خلفيه بحجم 11 انش، التخشيب لون فاتح، ستاره جانبيه والسقف اللي ذكرت لكم قبل شوي باللون الرمادي الفاتح. وهذه الجهه الخلفيه. طبعا نفس ال 2019 ما تغير اي شيء. وهذا البلاك اديشن الفوق اس اي ب 550 بدون ضريبه. والاوتوبيوغرافي سعره ب 610,000 بدون ضريبه. سعر الفوق الاسود ال 6 سلندر ب 490,000 بدون ضريبه وهذا ب 610,000. وقولوا لهم بعد من طرف وبندر ان شاء الله ما راح يقصرون معك. لللاند كروزر في عندهم جراند تورينج وفي اكسس وفي اكسار. وباخذه لكم على السريع. هذا 2020 سعره ب 269,000 جراند تورينج خليجي. الداخليه جايه مراتب جلد وشموا دايموند كات اللي تعرفونه من قبل مصوره لكم. وهنا بعد وش عندنا؟ جراند تورينج نفس الوضع بس هذا مخمل. هذا سعره ب 259,000. وهذا خلينا نشوف لكم هذا 2019 شوفكم وش الفئه هذه. هذا في اكسار 2019 سعره ب 267,000 شامل بطريقة. خليكم لفه. هذا الجنطه 20 اللي نزل على 2020. وهذا بعد جراند تورينج بيكون نفس السعر اللي قبل شوي. وهذا جراند تورينج باللون الاسود مراتب مخمل بيج ب 269. وهذا بعد جراند تورينج. جراند تورينج دائما تيجي الانوار مكحله 2020 نفس السعر. وهذا جراند تورينج 2019 جنط 20 الشكل الاول مكحل باللون الاسود والانوار مكحله باللون الاسود. هذا سعره ب 251 شامل ضريبه مراتب مخمل وفي شاشات خلفيه. وهنا عاد هذا في اكسار وفي اكسس بنشوفه الحين 2019. هذا ماكينه 5.7 هذا في اكسس مراتب جلد وفل كامل. هذا 313,000.
وهذا بعد جراند تورينج. قبل فترة جتهم فئة ألوان جراند تورينج أكثر من لون فضي وأسود وراحت كلها ما شاء الله تبارك الله. وعندهم متوفر بعد سيارات صغيرة، هذه كوريلا شوف كم سعرها، هذه 73,000، هذا يو اكس 2019. هنشوف لكم بعد ايش باقي. اللكسس بجميع انواع موجود ان شاء الله تبارك الله. بلاك اديشن، هذا سبورت، ناخذ لكم على السريع نشوف سعره. 2020 هذا خليجي ب 442,000. وفي باترو عندك هنا 2019 صدام سيتي، هذا ال اي 205,000 2019. وخلونا نوريكم بعد ما شاء الله تبارك الله اليمين بلاك اديشن، وهذا بعد بلاك اديشن. بلاك اديشن دايم يجي اسطب شفاف مكحل باللون الاسود. بس تقريبا خلصنا، هذولي نفس الفئات والأسعار اللي صورت لكم قبل ما شاء الله تبارك الله. بس خلصنا طبعا الأسعار كل السيارات اللي صورت لكم، السعر هذا قبل خصم. أي سيارة من السيارات اللي صورت لكم قولوا لكلمتهم قولوا إحنا من طرف بندر، وإن شاء الله ما راح يقصرون معكم بإذن الله بخصم. وبحط لكم أرقامهم وحساباتهم كلها تحت بالوصف، وبحط لكم الروابط اللي قلت لكم قبل. واي سياره ببالك، اي سياره ببالك بس اكتب محرك البحث اسم السياره وموديل السياره وسو بحث ورمز قناه، رمز قناه اللي هو نمبر 2500 وسو بحث راح تلقاه موجود بقسم الفيديو لا يقل عن 2114 فيديو مصور لكم جميع انواع السيارات الرخيصه من 24,000 الى البوغاتي اللي انعرضت بجنيف ب 71 مليون. فكل سياره تطرى على بالك موجوده سواء تغطيه او تجربه. وسلامتكم، فمان الله.